안녕하세요 여러분, معكم شيماء من قناة موروكان عداشي. اليوم غادي نهضروا على جوج مواقع مهمين بزاف غادي ينفعوكم باش تحملوا الكتب بي دي اف وحتى الام بي 3 ديالهم على الحاسوب ديالكم فري، يعني ما تحتاجوا تخلصوا حتى شي حاجة. كتب هنايا كتستعملهم جامعات جد مشهورة بحال سول انترناشونال، بحال ايوا يونيفرسيتي، كاين بزاف تاع الكتب اللي مشهوره بزاف كتستعمل باش تقراو اللغه الكوريه، فعلا مكتوبه وطبيعة الحال مكتوبه بالانجليزيه غادي تنفعوكم بزاف بزاف. كاين الجرامر، كاين البوك العادي، وكاين الورك بوك اللي فيه تمارين وحتى ام بي 3، كلهم فيهم ام بي 3. غادي تحملوهم فقط على الحاسوب ديالكم بي دي اف وغادي تأبروهم وغادي نوريكم المثال. بالنسبه لهذا الويب سايت خليكم معايا حتى الاخير باش نكتب لكم الويب سايت باش تعرفوا، تبعوا معايا. معانا الاكزامبل اللي يلا درت حتى انايا البي دي اف ديالو هو اكتيف كوريان. اكتيف كوريان هو من طرف سول ناشونال يونيفرسيتي اللي كتعطي هاد السيري ديال اكتيف كوريان كما كنشوفوا هنايا سول ناشونال يونيفرسيتي Language Education Institute. هو تقريبا داير هاد الثمن، هذا 15000 وون كما كنشوفوا. هنا درت ليه حملته بي دي اف ودرت ليه الكوبي، غادي نشوفوا هنايا الهانغول كما كنشوفوا هنايا الهانغول، وهنا الامثله كتابات، كاينين حتى الاكسرسايز يعني التمارين. من بعد من الهانغول كندخلوا للدروس او كيفاش تعرف مثلا على راسك كما كنشوفوا هنايا introducing another person. هنا كلشي بالام بي 3 كاين هنايا، ممكن تدير ليه بي دي اف يعني كل صفحه وصفحه، غير هو ان الكتاب فيه تقريبا اكثر من 100 صفحه، داكشي علاش انايا اختاريت ندير ليه هذا الستايل هذا. كما كتشوفوا الكتاب كامل امبريمي فيه الجرامرز، غنشوفوا السيستم ديالو فيه الفوكابولري expression vocabulary grammar و key dialogue، يعني كل unity فيها الجرامر ديالها والفوكابولير ديالها و حتى التعابير كيفاش هنا مثلا هنقول greeting and introduction restaurant shopping daily life time appointment location and direction phone call. هذا اكتيف كوريان البوك العادي، هذا البوك. كاين الورك بوك اللي هو هذا اكتيف كوريان 1 ورك بوك. اكتيف كوريان فيه من واحد تقريبا حتى لاربعة يعني على الليفلز. هنا كما كتشوفوا اكتيف كوريان هذا خاص بالتمارين، هنايا في كل كونتنت يعني في كل يونيتي قريتي في الكتاب كاينين هنايا التمارين ديالو. هنايا الهانغول فيه التمارين وكتلقى الاجوبه ديالهم في اللور، غادي نشوفوهم يعني كل بلاصه فيها تمارين يعني مزيان تدرب فيه. Listen and complete the words, like for example. غادي نشوفو الوسط تمارين،
بالنسبه للاجوبه حتى الكتاب الاخر فيه الاجوبه ديالو، يعني هنايا كما كتشوفوا grammar exercise answer key، يعني الاجوبه ملي كتسالي كتقرا الاجوبه هنايا، ممكن ان تلقى الاجوبه ديالهم هنا. هذا active korean 1، وكاين بزاف تاع الكتب اللي غادي تلقاوهم تماك، يعني تختاروا الكتب اولا تامبريهم كلهم وتختاروا اللي بغيتوا تبداو بهم. يعني هاد الطريقة سهلة بزاف بالنسبة للناس اللي مثلا في الدول العربية او الدول اللي ما فيهاش مثلا متوفرة الكتب، يعني الكورية ماشي سهل باش تلقاهم، دونك هذه طريقة انك تحمل يعني واخا بالنواغ بلون، مي المهم هو انها غادي تستفد منه بزاف، ويعني فري. وكاين الكتب اللي كاينين بالكولور، يعني غتلقاهم ماشي بالنواغ بلون، يعني مزيانين غادي تخدم بهم مزيان، تامبريميهم كولور وتخدم بهم عادي، سهل ما غتحتاجوا لا فلوس لا حتى شي حاجه. هاد المواقع بجوج غادي تدخلوا ليهم وغتكتبوا الكتاب اللي بغيتوا، يعني مثلا غديروا كوريان لانجويج غيطلعوا لكم الكتب، اولا تكتبوا السميه ديال هذا الكتاب اكتيف كوريان، اولا اي كتاب ديجا كتعرفوه تقدروا تلقاوه. طبيعه الحال ماشي كلشي الكتب 100% غتلقاوهم، ولكن غادي تلقاو اغلبيه ديال الكتب اللي مفيده. موقع بجوج غتلقاو فيه الناس الكومنت ديالهم، يعني كيفاش جاوب الكتاب او الكتاب كيفاش استعملوه شنو فيه كذا، التجربه ديالهم مع الكتاب اللي كتبتي السميه ديالو. وكنتمنى التوفيق للجميع. الاسم ديال الموقع الاول غنكتبوه هنايا اللي هو pdfdrive.com، الموقع الثاني هو koreantopic.com، غنكتبهم لكم هنايا. وكنتمنى التوفيق للجميع، واي كومنت او اي تساؤل او اي حاجه ممكن تكتبوها لي في الكومنت، وما تنساوش لايك وسبسكرايب وشير للفيديو مع الاصدقاء ديالكم. كنتمنى ان الفيديو يكون فادكم اليوم، ونتمنى لكم وليا التوفيق يا ربي، ونهاركم مبروك، ما تنساوش الماسكات ديالكم وخليكم سيف، وكنتمنى لكم صحة جيدة وربي يحفظكم، وإن شاء الله نشوفكم على خير. أنيو، مع السلامة.